السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة حلقة تبقى مختلفة تماما عن أي حلقة تانية، وبما إني واحد من الشعب المصري فأنا بقول لأبو أحمد رئيس أثيوبيا اللي هو لسه واخد جائزة نوبل للسلام، لو حضرتك بتدور مليون واحد يجوا يحاربوا مصر فإحنا في انتظارهم، 100 مليون واحد في انتظارك. إحنا 100 مليون واحد في انتظارك. هتنتهي بس خلاص.